اهلا بيكم معايا في حلقة جديدة. النهاردة ان شاء الله معانا معلومات كتيرة جدا. ان شاء الله هعمل معاكم وصفات شوربة بقى علشان دخلت الشتاء ومش عايزين نزيد في الوزن، فلازم يبقى شوربات مغذية كده في نفس الوقت مشبعة علشان تحافظ على وزننا، بل بالعكس ممكن ايه يعني مش هوعدكم قوي ننزل اليومين دول، لان اليومين دول انتوا عارفين دخلت الشتاء، فالجسم ما بيصدق عايز يحوش قبل دخول الشتاء علشان يحفظ نفسه من انه ايه ما يلاقيش حاجة يحرقها. هو طبيعة الجسم كده، ربنا خلقه سبحان الله زي اللي هو انتوا عارفين الحيوانات لما بيبتدوا يجهزوا نفسهم للبيات الشتوي، هو كده بالظبط. فالجسم يبتدي ايه في الفترة دي بقى يختزن يختزن علشان يعرف يحرق ويدفي نفسه في الشتاء، فبالتالي لازم نخلي بالنا قوي اليومين دول. فان شاء الله نعمل بقى شوربتين، الشوربات من الحاجات السحرية وحلوة جدا في انها تساعد على الشبع وتدفي وتخلي الجسم ياخد احتياجاته اللي هو محتاجها. وان شاء الله يكون معانا فقرتين حلوين قوي، في فقرة عن البشرة والكولاجين. احنا طبعا مع كبر السن مع مرور العمر بنلاقي نفسنا البشرة بتتغير، شكلها بيتغير، بتبتدي بقى تاخد تجاعيد وحاجات كده مش بنحبها قوي. فاحنا النهاردة هنتكلم عن التجاعيد دي، ازاي نقدر نحافظ على بشرتنا نضرة على مرور كده السنين، ويعني ايه كولاجين واهميته وناخده ازاي ان شاء الله. ومعانا فقرة كمان عن الفاشن، هيبقى بقى عبايات خليجي جميلة كده للستات المحجبة وغير المحجبة، ان شاء الله تنول اعجابها جدا ان شاء الله. تابعونا، هنقول فاصل نرجع على المطبخ ان شاء الله. اهلا بيكم معانا من الفاصل. دلوقتي بقى هنعمل شوربتين ان شاء الله هيفيدونا جدا في دخلة الشتاء دلوقتي، من الحاجات اللي بتشبع ومغذيه قوي قوي. اول شوربه هنبدا بيها اسمها شوربه الحمص المشبعه. معانا فيها بقى اكتبوا يلا، علشان الوصفات دي زي ما قلت مهمه ليكم جدا، تحافظ عليكم من الجوع وفي نفس الوقت بتشبع ومغذيه جدا جدا. يلا بينا. معانا معلقه كبيره زيت، معلقتين صغيرين كمون، حبة بصل شرايح متشوحة أو مكعبات زي ما تحبوا، ثوم مفروم، علبة حمص مسلوقة أو يعني حمص جايبينه أنتوا سلقوه، مش لازم علب خالص، الأفضل مش علب. عندنا نص كوباية طحينة أو أقل يعني بكتير، ونص كوباية مش يعني أنا بس إيه علشان حسب كوباية كل حد، يعني كوباية صغيرة، نص كوباية يكون حجمه صغير. 3 معالق صغيرين عصير ليمون، ده يتحط في الاخر، ملح وفلفل حسب الرغبه، شطه، يا ريت شطه لان الشطه من الحاجات اللي هتساعد على رفع الحرق والتدفئه. ومعانا مرقه منزوعه الدسم وتكون سخنه حسب الاحتياج. يلا بينا. اول حاجه هنحط معانا هنا يعني معلقه زيت، مش لازم معلقتين، ويفضل طبعا لو زيت زيتون بصراحه يعني احسن حاجه للجسم. معانا البصل، لو ما كنتوش مشوحينه يبقى تشوحوه في المرحله دي، حبه بصل كده حلوين بيدوا زي كان احنا بنعمل شوربه البصل كده، بيدينا طعم. وعايزه اقول لكم في سكريات حلوه، يعني انتم مش محتاجين نشويات خالص بعد الشوربه دي خالص، يعني حتى الحمص فيه نشويات، فمش محتاجين اي نشويات تاني. الحمص فيه نشويات وفيه بروتينات نباتي، لكن في برضو نشويات حلوه جدا. خلاص شوحنا البصل، نبتدي ننزل بقى بالحمص اللي هو مدينا برضو دلوقتي بروتين في الوصفه دي. التوم بقى بنزله معاه دلوقتي حته كده صغنونه كده، ما نكترش قوي حسب الرغبه برضو، وندي التشويحه. ننزل بعد كده معانا كمون رائع، ونصيحة من قلبي للناس اللي عايزة تخس، ممكن تاخدوا كمون بليمون بالليل بس، يعني لو بالليل بقى وهفت عليكم الجوع كده اشربوا كمون بليمون. وفي مشروبات بتتباع اللي هو الساشيتات دي كمون بليمون جاهز كده سوري حلو قوي بالليل. بالليل واحنا كده قاعدين كده اوقات قدام التلفزيون الواحد بيجيله الجوع بقى، طبعا في الشتاء جميل، فاحسن حاجه زي ما بقول لكم هو ده بجد، كمون بليمون اشربوه، واشربوه كده في مج كده وسخن، ليمون كمان اعصروا عليه ليمون طازه، اغلوا الكمون لو ما فيش الباكيتات دي، اغلوا الكمون عادي
بشويه ملح وفلفل وحطوا الليمون واشربوه. ممتاز، اسرع طريقه. خلاص بننزل بعد كده المرقه. ومعايا بقى قبل التقديم على طول ببتدي انزل الطحينه اللي هتقل معايا بس القوام شويه وتديني كالسيوم بقى وشويه دسم برضو، فاحنا مش هنزود يعني، انا يا دوبك الطحينه للي مش عايز يزيد في الوزن يعني حبه كده مش كتير يعني، مش لازم تلتزموا بنص كوبايه. بصوا بتغير على طول لون الشوربه بتتحول ازاي، بتبقى كريميه اكتر فبتشبع اكتر معايا. لاصحابنا هنا بقى ازود شويه يعني، ايه في البيت انا شرحت لكم تعملوا ايه، هنا بقى لحبايبي هنا نزود شويه للي مش عاملين دايت، اللي عايزين حاجه تدفيهم كده في شتاء الاستوديو الرهيب الجميل اللي هنا ده علشان التكييفات يعني، احنا طول السنه شتاء هنا في الاستوديو، هنا طول السنه شتاء مش بس في الشتاء خالص. تمام، حلو قوي، ياخد الغلوه بس وابتدي اغرف واحط بقى الليمون عند التقديم. دي كده اول شوربه، استنى بس تغلي معايا عشان تبقى ايه، تبقى جاهزه للتقديم. نروح بقى على الشوربه الثانيه، يلا بينا. ودي من الشوربات يعني، شوربتين دول من اكتر شوربات بحبهم، هي والبروكلي. البروكلي هنعملها قريب برضو مع شوربه ثانيه. شوربه دخول الشتاء اللي هي شوربه الخضار بالشوفان، ودي سريعه جدا بقى ويعني جميله، وينفع مكان الشوفان عندنا اللي هو الفريك، الفريك المجروش او اللي هو البرغل، ينفع الاثنين. تمام، معانا شوفان او فريك او برغل، ومعانا 3 معالق سوري معلقتين زيت، ومعانا كوبايتين بسله وجزر اللي هو كيس بسله وجزر جاهز اللي من الفريزر، ومرقه سخنه، ويا ريت بقى نحط كركم كده، ولو تحبوا كمان شويه كاري يبقى حلو قوي، وملح وفلفل اسود بس. يبقى خدنا فايده رائعه رائعه رائعه. هنعمل ايه، هنحط برضو معلقه بدل اتنين، ونشوح فيها الشوفان الاول او البرغل او الايه الفريك، ما نكترش قوي يعني، هو كده كده بينفش جامد يعني، يعني هما يعني كميه كده مش كبيره قوي. خلاص الشوفان بس يكون شرايح لشكل ده، ما يبقاش اللي هو سريع التحضير، احنا مش عايزين الشوفان اللي بيتخن، لا احنا عايزين الشوفان اللي بيشبع. في نوعين، سريع التحضير وفي اللي هو بقشوره ده. تمام، بس كده نشوح نشوح نشوح، ننزل بعدها ب البسله والجزر، او باللي عايزين بقى يخسس اكتر بالفاصوليا الخضر، بالفاصوليا الخضر اللي عايز كرومب ينفع، تتقلب شوربه كرومب برده ينفع جدا. خلاص هننزل بقى بالكركم، ويا ريت لو معاه كاري كمان، ويا ريت لو شويه قرفه بيبقى ممتاز. للي عايز بقى يزود بقى مستكة وحبهان وورق لورا يا ريت يعني، ده على كل شوربه يا ريت زودوها. خلاص ونحط بقى المرقه، طبعا مش بنزود ملح قوي عشان برضو ايه، من الحاجات اللي بتخلينا ننفش زياده الملح الزياده، فمن مش لازم نزود الملح خالص. حطينا ملح والفلفل، ممكن في اول يوم تحطوا كركم بس ما تحطوش كاري، تيجوا تاني يوم عايزين تغيروا الطعم تحطوا الكاري بقى، انا بعمل كده. طيب احنا كده خلصنا، بياخدوا الغلوه الحلوه وبعد كده نبتدي نغرف. خلينا نغرف اول شوربه خالص اللي هي شوربه الحمص، اللي تقريبا كل حاجه فيها مستويه اصلا، الحمص مستوي. يا سلام على الروايح الحلوه، بصوا بقى حلو قوي بقى لو جيتوا بقى كده في اخر غلوه كده تروحوا حاطين ايه، حاطين كده حبه خضره حلوين، بصوا قد كده مش قليل، ها كتير حبه خضره كتير، انزلوا بقى كلها كده. بس احنا خلصنا، احنا بنغرف، ابتدي بقى اغرف كده كريميه ومشبعه وحلوه فيها كل العناصر. لو بصوا لو هتعيشوا تاكلوا دي يعني فعلا مش محتاجين بعدها حاجه تاني.
اللي عايز يبدل اوقات ولا ما نضربهاش طبعا من الهاند بلندر، اللي عايز يبدل بقى مره الحمص بفراخ مره بمشروم مره يعني دي براحتكم، بس هي فيها النشويات وفيها الخضره وفيها الالياف وفيها كل حاجه، فيها بروتين صوره رهيبه. تمام جدا، هني عم كده نحطها، وطبعا نحط الليمون جنبها عشان الليمون هيتحط بس عند الايه قبل الاكل. نغرف بقى التانيه طبعا هتاخد لها لسه غلوه، وعلى ما الشوفان ياخد قوامه كده وينفش معانا احنا معانا نسخه جاهزه خلاص. وبكده عملنا شوربتين هتدعولي عليهم. الناس اللي عندها مشاكل شوفان، في ناس بتنفش معاهم وبتتعب القوام بتاعهم، ما يحطوش بقى لا بسله ولا شوفان في الحاله دي، يعملوها بالفاصوليا الخضراء ويحطوا مثلا فريك زي ما قلت او اللي هو البرغل، او احسن حاجه بقى عنهم كلهم خدوا مني بقى بجد، احسن من الشوفان واحسن من البرغل واحسن من الفريك الكينوا. للي يقدر يجيبوا الكينوا ده رهيب، مليان بقى كمان بروتينات وامينو اسيد، وبرده بيدي قوام حلو كده للشوربه. تمام احنا كده خلصنا، حطوا بقى قدام عشان صوروه بالهنا والشفا يا رب، ويا ريت تاكلوا دايما تلت معده مش اكتر من كده. حطوا هنا بس، هنروح لفاصل نرجع نكمل مع بعض ان شاء الله. اهلا بكم معنا من الفاصل. دلوقتي بقى هنتكلم عن احدث التقنيات للبشره، لنضاره البشره، مهمه جدا زي ما قلت اول الحلقه اتكلمنا عن ان التجاعيد ومع مرور السن الجلد للاسف بيتاثر جدا. فالنهارده معانا دكتوره متخصصه هتكلمنا عن الموضوع ده، الدكتوره وداد حامد اخصائيه التجميل والليزر ومؤسس عياده الوداد. اهلا بيكي منوراني. اهلا وسهلا يا سالي. نتكلم بقى عن اهم مكون للبشره هو الكولاجين. اكيد صح، قولي لنا بقى كلمنا. هو يعني احنا عشان ما نطولش كتير في موضوع ان احنا نتكلم عن الكولاجين، هو اللي احنا لازم نعرفه علشان الناس تبقى فاهمه بقى الكلام التاني اللي احنا هنقوله بعد كده، ان الكولاجين بالنسبه لنا هو ستيل بروتين مش فيتامين. فهو بروتين وابندنت بروتين، يعني من انواع البروتين اللي موجوده بقوه وبكثره في الجلد علشان يديله الشكل التايب بتاعه، علشان الجلد ياخد التكتشر بتاعه ويكون مشدود ويبقى في احسن شكل. تمام. فاذا الكولاجين مهم جدا، هو بيتاخد بقى من الاكل ولا ايه انواعه بالظبط؟ لا، هو البروتين احنا ده بروتين، واحنا قلنا ما فيش ابدا بروتين هو بيتاخد عن طريق كريمات او سيرمز او حاجات زي كده، ولا حتى بيبقى يتكون معانا لما بناخد فيتامينز، هو بيتاخد في الاكل. هو من الاكل بتاعنا. من الاكل بتاعنا. تمام. وكمان هو بيتعمل له عمليه كيميائيه علشان خاطر يوصل، هو بوند عباره عن روابط، فعشان يوصل للروابط دي لازم كمان يكون الجو العام مهيأ علشان العمليه الكيميائيه دي تكمل، ومش هتكمل برضو الا في وجود ان هو الفيتامين سي والزنك، وبرضو الحاجات دي لازم تتاخد احنا في الاكل، وانا مش هتكلم احسن منك في الحكايه ديت. والكولاجين موجود في كل حاجه، هو مش موجود في الجلد بس، هو موجود في الغضاريف وفي الشعر، وموجود في العضلات. فاحنا علشان بقى نكونه في الجلد لازم يتاخد. دلوقتي دي بقى اللي احنا عايزين نتكلم فيه، لازم ان احنا بنتكلم في حاجات جديده بتحفز الكولاجين، لان احنا ما نقدرش ان احنا نكون كولاجين جديد، احنا بنحفز الكولاجين بتاعنا. تمام، يعني الانسان عايش بالكولاجين بتاعه صح كده؟ اساسي، ده اساسي. هو طبعا بيبدا يقل بعد سن ال 25، وللاسف الشديد بقينا بنشوفه بيقل في اعمار اقل كتير، وفي عوامل بتخليه يقل اكتر. وطبعا كل الناس دلوقتي حتى الاطفال الصغيرين عادوا بيشربوا كافيين، من الحاجات اللي بتكسر بسرعه، الشمس بتكسر الكولاجين بسرعه. فهو لحظه واحده، لا لا واحده واحده بقى، بتقولي الكافيين يعني كلنا نعشق القهوه والشاي وي 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 صح؟
طب يعني هل بعد يعني ما ناخد كمية معينة زيادة مثلا؟ ايوه الزيادة المفروضة، الزيادة مش اساس الكافيين صح؟ مش اقل كمية يعني، بس هو الافراط، والناس عادة بتفرط بشكل الافراط، كبير، ده عند حقيقي. الافراط يعني، يعني من اكتر من كوبايتين يبتدي يكسر في ال ولا ايه؟ في ناس بتتأثر بأقل كميات. بأقل كمية. اللي احنا عايزين نعرفه برضو ان في ناس دي حاجات جيناتك، في ناس بتتأثر اكتر من غيرها بالحاجات اللي زي كده. يعني انت ممكن تاخدي كوباية ما يعملش فيك حاجة، واحد تاني ياخد الكوباية تأثر فيه بشكل كبير. انت ممكن تشربي 10 كوبايات كافيين وحد تاني لا العشرة دي تدمروه، ما يبانش عليكي الا بعد شهر ان الكولاجين بدأ يقل، وفي ناس هتبان معاهم من اول يوم. تمام. طيب نعمل ايه بقى؟ الاول الاكل، ده بالنسبة لنا اساسي، وان احنا ناخد بالنا من العادات الصحية بتاعتنا، ده بالنسبة لنا حاجة اساسية. مش هنضحك على بعض، مش حد بيعرف يعمل حاجة زي كده قوي، خصوصا في الفترة اللي احنا فيها دي. احنا في الشغل بتاعنا بقى في العيادة احنا بنشتغل ان احنا نبدأ نحفز الكولاجين. دلوقتي بقى في نيو ايرا في الشغل بتاعنا ان احنا، طب واحدة واحدة قبل ما نخش في برضو الناس عشان تمشي خطوة خطوة خطوة، خطوة. ايه الحاجات اللي بتساعد على، معلش نراجعها يعني، انا بقول بتكلم في المواضيع دي كتير بس نراجعها مع حضرتك، ايه الحاجات اللي غذائيا يخلوا بالهم منها برضو علشان للي برضو بيكون الكولاجين لغاية سن 25 سنة وبرضو يحافظ عليه فيما بعد، ايه الحاجة اللي ياكلها؟ الكولاجين اساسي، احنا الاحماض الامينية موجودة مينلي في البروتين الحيوي، ممكن نلاقيه في المشروب، ممكن نلاقيه في الـ في الـ كينوة. موجود ايه كمان في الكينوا، ده علشان الناس اللي هم مع الصيام و و و والناس اللي مش عارفه تعتمد على يعني علشان برضو البادجت الاجتماعيه حاليا مش كل الناس تعرف تاكل كل يوم بروتين. بس الاهم برضو وده انا برضو قلته ان احنا لازم نكون بناخد اكل فيه فيتامين سي وفي زنك وفي مغنيسيوم، لان علشان العمليه الكيميائيه تكمل في التمثيل الغذائي للكولاجين في الجسم. بالظبط. تمام. طيب نرجع بقى نتكلم عن انواع الكولاجين وايه الحاجات المحفزات اللي حضرتك بقى عايزه تشرحي لنا. احنا عموما عندنا 28 نوع من الكولاجين، بتتقسم تايب 1 2 3 لحد 5. احنا الجلد بتاعنا في تايب 1 و 4. هي الفكره ان هي من انواع الصعب انها تتكون بسهوله، لان برضو جسمك لما هتيجي تاخدي كولاجين هو الجسم كله هيستفيد بيه. فلما يجي لي حد العياده، احنا برضو علشان قبل ما نتكلم كمان في حكايه احنا ازاي نعوض ده، مين الناس اللي محتاجه اصلا ان احنا نعوض لها كولاجين، هي دي بقى الفكره. احنا ممكن يجي لي حد الحاجه الاشهر على الاطلاق يا دكتور انا عايزه نادوره على طول، طبعا ده اقرب حاجه الواحد فاهمها، انه عايز مثلا يقول انا وشي اتمطفي او دبلان انا عايز نضاره اكتر. بغض النظر بقى ان هم اوقات بيبقوا جايين عايزين، احنا عايزين نضاره اللي هو انا عندي مناسبه الاسبوع الجاي او على اخر الاسبوع، دي برضو حاجه هنتكلم فيها بعدين. بس احنا بنتكلم ايه علامات نقص الكولاجين بقى في الوش، مش هنتكلم في الجسم كله. في حاجه كتير قوي من الناس تايهه منها، انا مش احنا عندنا جلد من بره وعندنا تشريح داخلي كمان. ناس كتير تقول انا عايزه وشي بيلمع، طب هو وشك هيلمع ازاي وانت تحت عينك فاقد التكتشر الاساسي بتاعه وملهاش علاقه بسن؟ احنا قعدنا بنشوف الحاجات دي من في بنات من اول 18 سنه، وطبيعي طبيعي انها هتبان مع السن. فالفكره ان الكولاجين لما احنا قلنا ان هو بوند، فالبوند دي لما تبدا تقل وتضعف في الكميه، هي مش ماسكه في بعضها، بس هي كميتها الكتير مخليه الجلد ماسك نفسه. لما تبدا تقل، ولازم تكون كتير جدا في الجلد، لما تبدا تقل الجلد بيبدا يقع، العضلات بتبدا يحصل لها ساجج بتاعه البشره كمان بتاع الوش، احنا قلنا هو موجود في العضلات وفي الجلد من بره. فبيبقى الصح ساعتها ان احنا نعمل كوركشن للعضلات اللي وقعت دي. معظم الوقت ده ما بيحصلش بفيلر بس، ما هوش لونج لاستنج، مش حاجه بتقعد معانا وقت طويل. هو الفيلر بيسند بس مش بيدي كولاجين، هيعوض اللي راح مكانه بس هو مش بيدي كولاجين. في ناس كتير فاكره ان الفيلر بيحفز الكولاجين، وده حاجه غلط جدا. وناس كتير فاكره ان السيرمز والكريمات اللي بتتحط على البشره بتحفز الكولاجين، ودي حاجه مش موجوده. هو ممكن يحافظ على الهيلورونيك اسيد وعلى الترطيب بتاع بشرتنا، بس ان هو ان هو يحافظ على الكولاجين. دي معلومه رهيبه. ياما في مستحضرات كريمات في السوق مكتوب عليها كولاجين. لا لا لا، اصل ازاي؟ ما انا بقول احنا قلنا ان هو بروتين محتاج يتعمل له عمليه تمثيل غذائي في الجسم عشان يتكون، عمليات هدم وعمليات بناء، كل ده مش هيحصل من كرمات. يعني البشره مش بتمتص الكولاجين من بره؟ هنحافظ عليه، احنا بنحافظ على حاجات تخلي قدر الامكان نحافظ على الكولاجين. يعني بيساعد على الحفاظ. هيساعد على الحفاظ، بس هي الفكره ان الناس لما بيجي لنا بقى العيادات غالبا مش بيجوا لنا هم، احنا دلوقتي دي معلومه نقولها لكن الناس لما بيجي لنا العياده مش بيجوا لنا احنا عندنا مشكله، مشكله ان هم متخيلين ان الموضوع بسيط. بس هو الموضوع هو برضه بسيط، بس هم ما كناش متخيلين الموضوع ليه الابعاد دي كلها. والموضوع برضه بروسيس بتاخد شهور،
فاحنا ممكن نروح نعمل، احنا زي ما قلنا نعمل فيلر نتيجه حلوه جدا، الناس هتقعد مبسوطه بيها شهور، بس احنا عايزينها لونج لاستر. احنا عوضنا، بس انا عايزه اخلي الكولاجين يفضل حلو على طول. دي بقى حاجه بقى اللي احنا بنتكلم عليها نيو ايرا جديده، البايو ستيميليشن او البايو ديكودينج. ان انت بتستخدمي الكودز الشفرات بتاعه الخلايا بتاعتك الطبيعيه. الفيلر مور لو انت عندك مشاكل كتير فتحتاجي مور ماتش كوركشن بالفيلر، وده بيغير الشكل والملامح بعد كده، ودي حاجات كتير الناس بتغير. ايه ده فيلر؟ لا يبقى شكل هيتغير، انا مش حابه ان انا اعمل حاجه زي كده. ليه برضو الفيلر سمعت يعني ان لما بيروح تاثيره من الوش بيبتدي ان هو يبقى يعني اسوأ، يعني الجلد بقى ينزل مطرحه. لا لا لا. ده في الاوفر كوركشن قوي، لو احنا نفخنا قوي زياده عن اللزوم. احنا بنتكلم في كوركشن، في فرق بين ان احنا نعمل تصحيح بالفيلر، والتصحيح بالفيلر بيتم بانواع فيلر مش بتنفخ اصلا خالص يعني، وبتبقى في بوينتس وبتبقى كميات قليله في بوينتس معينه بتتحط تحت العين وفي الخد. لكن احنا النفخ والكلام ده كله، لو الناس نفخت تو ماتش فطبيعي ان هو انت عملت شد، لان انت كمان ليه برضو دي حاجه بتحصل، مع ان انت حقنه هيلورونيك اسيد علشان خاطر هو انت ما عملتيش ما حافظتيش على الكولاجين اللي هو بيحافظ على الرباط وشكل الجلد. لو احنا احتاجنا ايا كان، في ناس لما تيجي تخش العياده عندنا ممكن تحتاج فيلر وممكن لا، بس احنا بنتكلم في الغالب. طب انت لو احتاجتي فيلر وعملتي فيلر فكده الموضوع، الناس طبعا بتتبسط جدا، بيطلعوا بنتيجه حلوه جدا من السيشن وبيفضلوا يتبسطوا. بس مؤقت كده كده هي اكيد مؤقت. طب احنا بنتكلم ان احنا نخلي اي حاجه انت بتخشي تعملي العياده او هي فيلر او غيره تبقى لونج لاستنج، ده بقى اللي احنا بنتكلم عليه، ان احنا نحفز الكولاجين بتاعنا بالشكل اللي ربنا خلقنا عليه. احنا للاسف بنتعرض لعمليات هدم جسمنا للمكونات الطبيعيه من سن بدري قوي. ما ده ملحوظ برضو في الفتره اللي يعني في الفترات الاخيره دي، ان في تغير واضح حاصل، الناس بتعجز إن اسرع من وهي صغيره خلاص في اعراض. بالظبط، هي عمليه جينيه بالظبط، الناس بتعجز اسرع عشان برضو عاداتنا في كل حاجه غلط، والجينات كل مدى بتكون بتبان اكتر في الاجيال اللي بعد كده. احنا بقى بنشتغل على ايه؟ احنا بنعمل نخلي عمليات البناء اللي بتتم تبقى اقوى بكتير من عمليات الهدم اللي بتحصل. ويا سلام بقى لو الناس طبعا خدت بالها من اللايف ستايل بتاعها والاكل والكلام ده كله، يعني هتبقى اكيد النتيجه احلى كتير طبعا، واكيد هيوفروا اكتر، لان برده تدخلاتنا هتكون من اقل حاجه بتجيب نتيجه. طيب انا عايزه ارجع تاني بقى للنقطه اللي اتكلمتي فيها في العياده، بتعملي ايه في تقنيات دلوقتي بس مش فاهماها لسه؟ احنا دلوقتي بنتكلم، هو هي مش تقنيات، هي البروسيس كلها على بعضها، البايو ستيميليشن او البايو ديكودينج، دي بروسيس بتاخد معانا وقت كبير. فاحنا بنتكلم احنا هندي ستيب وناخد الستيب اللي بعدها والستيب اللي بعدها، كل هدفنا فيها ان احنا نكون ونعمل تمثيل جزيئي صح للكولاجين في جسمنا. حتى مع السن انت مع الوقت هتلاقي بشرتك بقت احلى من حاجه انت حتى مش شفتيش بشرتك عليها قبل كده، لان انت بتبيني الكود بتاع الشفره الحقيقيه اللي ربنا خلقها عليكي. الناس بتحلو من غير شكلها ما يتغير، هي دي بقى الفكره. سواء برضو ستايل عملنا بتخشي في كود الجسم يعني. أيوة. الشفرات وقصه ار ان اي ودي ان اي وقصه كبيره يعني جدا، الموضوع كبير يعني، شكل ناتشرال جدا، الناتشرال بيوتي بتاعنا هو اللي بيطلع ده. ازاي يعني؟ بحقن بقى ولا بايه؟ هو اكيد ما احنا قلنا هو الكولاجين زي ما قلنا هو محتاج تمثيل جزيئي جوه الجسم، فاحنا دلوقتي عشان نركز يبقى كل الكولاجين اللي احنا بنستفيد منه يبقى باين علينا في جلدنا، فاكيد الموضوع هيبقى في الغالب تدخلات حقن او مش حقن. يعني احنا في اجهزه بتحفز الكولاجين او مش بتحفز الكولاجين، بترجع تبني لي كولاجين جديد من احنا ندمر الكولاجين اصلا القديم اللي كان ضعيف. الفراكشنال ليزر من الحاجات اللي بتعمل كده، الفراكشنال ار اف من الحاجات اللي بتعمل كده. لو هنيجي نتكلم بقى على الحاجات الجديده، فدلوقتي بقى في انواع من حقن النضاره اللي احنا بنسميها السكين بوسترز. الهيالورونيك اسيد لوحده مش كفايه ان احنا نحفز كولاجين. بقى دلوقتي الشركات بتتنافس بينها وبين بعضها انها تطلع لنا حقن او انواع برودكتس فيها امينو اسيدز وبيبتايدز اللي هي اصلا مسؤوله عن تكوين الكولاجين. في برضو الكالسيوم هيدروكسي ابيتايد، ده بايو ستيميليتور رقم واحد للكولاجين. الحاجات دي كمان نتيجتها لما بنيجي نحقنها احنا دايما نقول كده مش بتبان دلوقتي على طول، هو مش زي الفيلر. قولي لنا بقى يعني الحاجات وقت. دي بتاخد وقت قد ايه عشان الواحد يلاقي فعلا نتائج ملحوظه؟ على حسب الدامج اللي حاصل في السكن. في ناس كده كده لو هم اتبسطوا من اول سيشن، بس الانبساط الاكتر هيبقى بعد اسبوعين ثلاثه. طب حلو، يعني مش بعيد قوي يعني اسبوعين ثلاثه. لو بشرتها محتاجه قوي هتتبسط شويه وبعد كل ده هيروح تاني،
لان كميه الكولاجين اللي هي كونتها جديده ما كانتش كافيه ان هي ان هي احنا بنبني احنا زي ما قلنا احنا ان احنا يعني بنبني. كورس لازم تكمل هتكون وقتيه. الصح الصح لو انت عايزه حاجه بقى اللي احنا بنتكلم عليها البايو ستيميليشن ان احنا نكمل الكورس. الكورس مختلف ومش بيعتمد على حاجه واحده بس. دايما في شغلنا احنا الكومباوند ثيرابي هو اكتر حاجه كمان بتجيب ريزلت كويسه ان انت تاخدي حاجه من كل حاجه وحاجه من كل حاجه او كورس بنمشي عليه بيجمع ما بين حاجات كتير مع بعضها. انا اللي بالنسبه لي بصراحه لما الدكتور بيتكلم مصداقيته بتبان عندي في فعلا في شكله، فهي ما شاء الله وشها فعلا نظر نظره مش طبيعيه، فما شاء الله اكيد يعني فعلا أكيد عاملة. يعني انا مثلا لما دكتور تغذيه يتكلم وهو اصلا مليان مش هصدقه، فيعني هي ما شاء الله دكتوره لو كان وشها مثلا فعلا مجعد جدا او شكله باين عليه ان هو مش ناضر واتكلمت عن الكولاجين والتقنيات مش هصدقها، بس هي فعلا ما شاء الله. انا فيلر وحقنا بوتوكس وشكلي مش فيك ما شاء الله. مش هسألك بقى على سنك بعد فكرة. بشكرك جدا دكتورة وداد حامد اخصائية التجميل والليزر ومؤسس عيادة الوداد، منوراني. شكرا. شكرا. بتمنى يا رب تكونوا استفدتوا. هنروح لفاصل ونرجع بقى على فقرة فاشن عبايات خليجي ان شاء الله. اهلا بكم معنا من الفاصل، ودلوقتي بقى فقرة الفاشن، ومش فاشن عادي، هو الحقيقه عبايات خليجي، ومعانا حد متخصص بقى في الموضوع ده. معانا هدى السرح فاشن ديزاينر. اهلا بيكي، منوراني. اهلا بيكي. انت تخصصتي في الحته دي وانا الحقيقه معجبه قوي بالفكره، بس انا محتاجه اعرف نبذه عنك الاول، واشمعنى سميتي البراند بتاعك روح؟ اوكي اتفضلي. والله انا يعني انا لما جيت درست اوكي درست حاجه كانت بعيد جدا عن الفاشن، يعني كنت اتمنى ان انا ادخل حاجه فيها فاشن الاول وكده، ودرست اداره اعمال. تمام. اوكي بس الحلم ده ما وقفش الا بعد ما خلصت الجامعه، دخلت خدت دبلومه كامله للفاشن. اوكي فقلت لا انا مش لازم اخد بقى لغات هنا وهقف، لا انا لازم اعمل براند انا حابه ان انا اعمله ويكون مختلف شويه عن لوكال براند وكل البراندات اللي موجوده دلوقتي. بس اشمعنى خليجي؟ انت مصريه اصلا؟ مصريه. اشمعنى خليجي؟ بحب الستايل الخليجي قوي ومش موجود عندنا هنا كتير، يعني قليل قوي لما تلاقي حد شغال براند خليجي والستايل اللي انت تبقي نفسك تلبسيه بس مش لاقياه. تمام. بس وش معنى سميتي البراند روح؟ هو روح يعني انا كنت حابه ان انا لما اجي اعمل العبايات يبقى فيها حاجه مني، روحي طالعه فيها، مش ان انا اعملها بس كبراند وان كستايل عبايات بس اللي هو ستاندر. حلو قوي، يعني اقنعتيني جدا. طيب عايزه اقول لكم على حاجه حلوه قوي بقى، هي عامله مفاجاه للناس المتصلين. في عبايتين هيظهروا معانا النهارده، العبايتين دول هيطلعوا مش هقول اول الاثنين متصلين، لا اللي هيتصلوا ان شاء الله هيسيبوا ارقامهم في الكنترول وهنختار منهم، ويمكن نختار على الهوا محدش عارف. تمام. فركزوا معانا واتصلوا بينا علشان تكسبوا ان شاء الله. ايه رايك احنا محتاجين نتفرج على اول عبايه؟ اوكي يلا بينا اتفضلي. قولي لنا بقى ده بشت مش عبايه، ده بشت خليجي. اسمه بشت؟ هو يعني ايه بشت؟ بشت هو بيبقى ما بين العبايه اوكي وما بين الستايل الكاجوال شويه. اوكي فانا حبيت ان انا اعمل البشت المره دي يبقى حاجه مختلفه، مش بس بشت صريح وفي نفس الوقت ياخد شكل الكوت شويه ويكون اوفر سايز. تمام. فحبيت ان انا اعمله بالستايل ده، ما يكونش اللي هو حد يقول لا ده كوت ولا بشت يبقوا محتارين فيه. طيب القماشه دي ايه؟ دي عادي، ده يعتبر حاجه اسمها جوخ، بس مش جوخ المكتكت، لا جوخ عادي براون فيه، ودي فانا لسه جديده نازله. وده مناسب للشتاء ولا مناسب؟ مناسب للشتاء. مناسب للشتاء وبيدفي جدا كمان. حلو قوي، يعني ممكن واحد يستخدمه ككوت. بالظبط، هو ممكن يتلبس تحتيه بيزك، ممكن يتلبس توب وبنطلون، سكيرت وتوب، يعني باي ستايل اي حد حابب ان هو يلبسه.
لا يعني قصته مختلفة، هو طالع من قدام من تحت لقدام، طالع مش حابة ان هو كان يعمل ان انا اعمله طويل، لا انا كنت حابة ان هو يبقى كاري. حلو قوي. كاري ده اسمه كاري ولا شانيل؟ لا كاري، هو كاري. شانيل بيبقى اقصر شوية. تمام، حلو قوي بجد. وليه جيوب كمان شيك بصراحة، حلو قوي، في لمعة مش عارفة ظهرها للشاشة ولا لا، بس هو حابة ان انا اعمله درافت، مش اظبط الدرافت بتاعه يعني يبقى ليه شكل كده كول شويه. جميل قوي. لا تسلم ايدك. طبعا انا باكد للناس المتصلين ان هم هيقدروا ان هم يخشوا وياخدوا هديه للمتصلين، فاحنا حسب اول اتنين متصلين هم اتنين اللي هيكسبوا ان شاء الله. معانا اول متصله مي. يا مي اهلا اهلا. ازي حضرتك؟ إيه اسمعينا من التلفزيون يعني، وطي 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 عشان تسمعينا، قصدي مش من التلفزيون، التليفون. اوكي. قولي لي بقى لو كسبتي العبايه دي. العبايه دي تحفه جدا، وانا باول مره البس عبايه. حبيبتي هي مش عبايه، اسمه ايه تاني؟ بشت. بشت اسمه بشت، هو بيتلبس كده زي جاكيت. تحفه تحفه تحفه، واتمنى ان اكون صاحبه النصيب. طب يلا بقى يلا بقى نديولها. الف مبروك حبيبتي، الف مبروك عليكي. ربنا يخليك يا رب. شكرا جدا حبيبتي. سيبي رقمك في الكنترول بقى عشان يكلموكي يبعتوها لك. اوكي اوكي ماشي ان شاء الله. انا فظيع مش بقدر والله، يعني على طول اروح ايه يعني ما اعمل ايه في الطيبه دي مش عارفه بصراحه. طيب احنا معانا لسه كمان عبايه، صح المره الجايه عبايه للمتصلين. مش عارفه بقى، يا رب امسك نفسي كده وما يبقاش على طول اول متصله تاني. خليكي انت بتختاري. اوكي تمام تمام. انا قلبي برده ضعيف، هختار الثانيه على طول. حبيبتي نكمل بقى، كلمينا اكتر بقى عن البراند. انتي أوكي. بتسوقي اكتر على السوشيال ميديا ولا بتنزلي في المحلات؟ لا بسوق على السوشيال ميديا، لان البراند دي حاجه تبقى يعني برايفت ليا. لو انا هنزلها بصراحه للمحلات او كده، فالبراند ممكن يتباع باسم تاني. فانا ده ممكن يبوظ شغلي انا، فحبيت لا ده البراند برايفت هيبقى من البيج نفسها. وان شاء الله لو في برانش. بدأتي من امتى؟ شهر 9. من ايه؟ شهر 9. من شهر 9 ما شاء الله. بس ونزلت يعني البراند ساعتها، وكان اخر السيزون اوكي، وحطيت الصيفي فيه، فكنت خايفه ان هو ما يتباعش بقى في اخر السيزون، يعني كل بينزل شتوي وانا بنزل اول حاجه في البراند صيفي. فالحمد لله اتباع، ولقيت رد فعل من الناس عكس ما انا كنت متوقعه بصراحه، يعني اقبال حلو جدا. الحمد لله. طب حلو قوي. معانا تليفون التاني. هنشوف بقى تتماسك ولا لا، مع ان احنا لسه ما طلعناش العبايه التانيه ما شفناهاش. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا اهلا. اهلا بي. اهلا بيكي حبيبتي. الحاجات الحلوه قوي دي. حبيبه قلبي منوره. ايه العروض الجميله دي؟ الله يخليك يا روحي. الله يخليك يا حبيبتي. على فكره يا سيف، احنا انا بسمعك من وانا في ثالثه ابتدائي. ده يا نهار ابيض. متخيله حبيبتي؟ انت اكيد صغننه قوي لسه. والله انا وماما والبنات ايام ما كنت بتيجي على السيف سفره. حبيبتي حبيبتي نوراني حبيبه قلبي. الله يخليك يا حبيبتي. حبيبتي طيب انت سيبي رقم، حابه ست كسبيها دلوقتي ولا تسيب رقمها؟ لا سيبي الرقم. طب سيبي رقم. هي القرار عندها عشان لو مني هكسبك على طول. شكرا يا حبيبتي، شكرا على المكالمة. طب ايه رايك احنا عايزين نشوف العبايه هي جاهزه ولا لسه؟ طب يلا 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 يعني ماشي ماشي هنستنى نستنى. طيب قولي لنا بقى مين سندك في المشروع؟ لان طبعا فكره ان الواحد يعمل مشروع فاشن ديزاينر محتاج تأسيسات معينة. أوكي. محتاج مثلا ان الواحد يلاقي حد يخيط الحاجة كويس، لو الواحد بنفسه مش بيخيط. انت دارسة وكل حاجة. دارسة. لكن برضو ليها اسس. بالظبط. احكي لنا عن الاسس دي عشان برضو تفيدي غيرك، يعني اللي بيتفرج وعايز يبتدي برضو حاجة زي كده يقدر يعمل. اتفضلي. والله انا كان يعني ما عنديش مصنع، دورت على كذا مصنع لغاية ما لقيت المصنع اللي انا محتاجاه وفي يقدر يطلع لي الفينشنج زي ما انا عايزه. حلو. اوكي. وده بيبقى صعب قوي عندنا لان الشغل بيتعمل على طول وفي بيبقى فيه درافت بقى ومشاكل، فما حبيتش ان انا اواجه المشكله دي خالص. حتى لو الموضوع اغلى شويه.
بس ده في مصلحة البراند. فدورت كتير والحمد لله لقيت يعني المصنع وبجيب لهم الديزاين، ومن خلال الديزاين ده نقدر ان احنا نعمل الباشتة او العباية زي ما انا عايزة. طيب واجهتي اي مشاكل معينة زي مثلا طب انا دلوقتي لو عملت مقاس، لا المقاس ده اخاف ما يجيش على قدهم، لا محتاجة اعمل مقاسات صغير لكبير، لا هعمله وان سايز، لا واجهتي او انا بشتغل يعني من السيزون، من اول السيزون انا اشتغلت يعني العباية تبقى اوفر سايز، تلبس من اقل حد لأمل حد يعني اللي هو تنفع في كل السايز. والعبايات الخليجي هي كويسة برضو في النقطة دي، البوينت دي ان ممكن حد يلبس حاجة مثلا واسعة جدا بس تبقى لايقة قوي عليه، حد مثلا مليان شوية برضو تبقى لايقة عليه. ما هو بقى دلوقتي اصلا موضة جدا الاوفر سايز بقى بالزبط. موضة العباية جاهزة، يلا بينا اتفضلي. دي بقى ايه بقى، شموة صح؟ لا يعني بجد عباية شموة جديدة وفكرة حلوة وليها كده رونق مختلف برضو، احكي لنا عنها اكتر. حبيت ان انا ما تبقى العباية مش سودة بس، حبيت ان انا ادخل فيها ساتان اوف وايت، ان هي تديها بس حاجة تبقى تاتش، فحبيت ان انا اعمل فيها الساتان ومعاها برضو زراير ساتان. حلو قوي، يعني عامله تناغم مع بعض مختلف، منطق العبايه بدل ما تبقى فعلا كلها سوده. حركه الستان مع القطيفه جديده برضو، بصراحه ما شفتهاش قبل كده. وتقدر برضو ان هي تلبسها مفتوحه وتقدر برضو تلبسها مقفوله لانها فيها كباسين. هل العبايات الخليجي بتبقى انواع؟ احكي لنا كده على الاختلافات. في كتير وفي البرايسز كمان بتختلف. طيب وبتعملي كل الانواع ولا بتعملي يعني انواع مختلفه؟ لا بشتغل في كل الانواع، يعني زي البشت وزي العبايه، البشت حاجه كاجوال شويه، العبايه حاجه ستاندر قوي، عبايه خليجي بقى وكده او عبايه مغربي، يعني في حاجات كتير قوي نقدر ان احنا نعملها. تمام ممتاز. طيب هل بقى في فروق في الاسعار؟ يعني احكي لنا، لان احنا طبعا دلوقتي اليومين دول مهم جدا عندنا نركز في الاسعار، وخصوصا يعني عشان الناس تقدر تبقى مقبله على الشراء وتقدر تشتري. لا هو البراند يعني بيتكلم مع مثلا ليفلز كتير قوي، يعني من اي حد يقدر ان هو يشتري عادي. حلو. مش حاطه برايسز عاليه قوي ان الله العبايه دي حلوه فانا مش قادره اشتريها، لا حاطه البرايسز كويس. معانا دلوقتي تليفون زينب. يا زينب. ايوه اهلا اهلا. حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ منوره. تمام الحمد لله، الله يخليك، تسلمي حبيبتي. بسم الله ما شاء الله، ايه الحاجات التحفه دي؟ شفتي بقى، شفتي يعني انا عايزه عبايه. لا انا عايزه عبايه. حبيبتي لا بجد خطيره، ان شاء الله تكسبي. هو احنا يعني معانا الفاشن ديزاينر، هي اللي هتحدد. حضرتك اتفضلي وحددي مين اللي هيكسب. تسيب رقمها ولا لا؟ تسيب رقمها. بتحنسكم معلش. على فكره هو انا اصلا لبسي كله عبايات، حاجات تحفه بجد يعني ما شاء الله. قولي لي اسمك تاني. بجد تسلمي يا حبيبتي، تسلمي. قولي اسمك تاني. اسمي زينب. زينب اهلا يا زينب، منوره. سيبي رقمك في الكنترول، تقفليش. تمام. طيب خلينا نكمل بقى، احنا كنا واقفين عند حته الاسعار، انت قلتي الاسعار كلها الحمد لله متناوله وتمام. طيب الناس بتطلب اونلاين، الحاجه بتوصل لهم في خلال قد ايه؟ مثلا ممكن يعني هي بتختلف ما بين المحافظات طبعا، يعني في ممكن حد يطلب ويكون قريب مثلا، بتاخد مثلا من 24 ساعه ل 48 ساعه. لا في محافظات بقى بتبقى بعيد ممكن تاخد اسبوع يعني بس. حلو. فانا برضو بفهمهم ان ده هياخد ليميت كذا بالظبط. معانا تليفون اسماء. اهلا اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيكي. ازيك يا سالي، عامله ايه؟ اهلا بيكي يا حبيبتي، منوره حبيبتي، ربنا يخليك يا رب. حبيبتي. ما شاء الله ما شاء الله على الكوليكشن التحفه ده. تسلم ايديها فعلا. ما شاء الله ما شاء الله، تسلم ايديها بجد بجد، كل حاجه احلى من الثانيه.
وهي شاطره كمان يعني جايه في مجال فعلا المصريين بيحبوا جدا العبايات جدا الخامات والفينش. بسم الله ما شاء الله الذوق العالي ما شاء الله ما شاء الله جميله مختلفة جدا فعلا. تسلمي يا رب بالتوفيق. اسم حضرتك ايه؟ اسماء. اسماء اسماء هتسيبي رقمك برضو في الكنترول. احنا دلوقتي معانا الثلاثه متصلين هيكسبوا حد منهم هيكسب العبايه الثانيه خلاص ان شاء الله. شكرا يا حبيبتي على المكالمه. هدى نكمل بقى موضوعنا. احنا كنا بنتكلم عن التوصيل سهل جدا الناس بتطلب عادي اونلاين ارقامك وكل حاجه موجوده على الشاشه تقدر تشوف الحاجه وتختار منها كلها سايزات وان سايز يعني مش هيبقى فيه ازمه مقاسات خالص. لو حد بقى عنده طلب معين شكل معين هل بتبقي فلكسبل تغيريها ولا لا بتقولي لا ده الشكل بتاعي ما بحبش اغيره؟ بالظبط انا ما بحبش تمام حاجه ستاندر قوي ستاندر خلاص مفهوم. انت نورتيني بجد بشكرك جدا. اسمك مميز هدى السرح بالظبط منوراني. شكرا يا حبيبتي. شكرا ده انت لازم تختاري حد من واحنا قبل ما نقفل. يلا مين كانوا ايه الاسامي؟ قولي الاسامي تاني. زينب واسماء وكوثر. اوكي كوثر ومي. لا مي كانت اول واحده صح؟ مي كسبت خلاص اول واحده. كوثر وزينب واسماء. زينب قالت زينب خلاص. الف مبروك يا زينب الف مبروك. حبيبتي نفسي اكسبكم كلكم بصراحه ان شاء الله بقى يعني يبقى فقراتنا دايما يبقى فيها كده مكاسب حلوه ليكوا ان شاء الله باذن الله. وانا بالذات الحاجات الحشمه الجميله دي بحب جدا بفرح لما حد بيعملها وبيقدمها. ميرسي جدا نورتيني بجد حبيبتي. تسلم ايدك. شكرا. بتمنى يا رب الفقرات كلها مش الفقره دي بس تكون عجبتكم واشوفكم بكره على الهواء ان شاء الله على خير. مع السلامه.